أحبائي الصغار، السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا الوضعية التواصلية. إذن أستأذن الأسبوع الثاني، الوحدة الأولى اللي هي مجال العائلة، الصفحة 7. جيدة، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم او لايك او اعجاب لهذا الفيديو. هذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا الوضعيات التواصليه، اولى استاذن، هنا النشاط الاول، الاحظ واكتشف، الاحظ الصوره واعبر. اذا المطلوب منا هو ان نلاحظ الصوره ونعبر عما فيها. اذا مثلا هنا لدينا أم وأب وبنين، لدينا هنا الأم تحمل رضيعا، الأم تحمل رضيعا، والأب يطبطب على الرضيع. وهنا لدينا هذا الطفل الصغير يشير بأصبعه إلى الطفل، يشير بأصبعه إلى الطفل. إذا قلنا نلاحظ في الصورة هذه عائلة أو أسرة مكونة من أم وأب وطفل رضيع وطفل في سنكم، مثلا في سنكم. جيد، نلاحظ الأم تحمل هذا الرضيع بين يديها، والأب يطبطب على هذا الرضيع. جيد، الرضيع هنا نلاحظ أنه نائم، وهنا لدينا الطفل يشير بأصبعه إلى هذا الطفل، يشير بأصبعه إلى هذا الطفل الرضيع. جيد، إذا ثانيا استعمل وأتواصل، أتمم شفويا، يحمل الضيوف هدايا مثل، يحمل الضيوف. اذا هذا كل راه عنده علاقه بهذا النص هذا او هذه الوضعيه التواصليه، راه عندها علاقه بالحكايه مولود جديد في البيت، راه تلقاوها عندي في الصفحه وكذلك في القناه. جيد، له علاقه بهذوك الاحداث اللي كاينه في الحكايه. اذا اتمم شفويا، يحمل الضيوف هدايا مثل، مثل ماذا؟ مثلا الضيوف اذا جاءوا عندنا في عقيقة او في العقيقة ماذا يحملون؟ يحملون هدايا مثل ماذا؟ مثلا مثل ملابس الاطفال، سرير الاطفال، الالعاب الى غير ذلك. ثم مثلا مثل الالعاب، مثل او نديرو مثل مثل الحلوى، مثل نديرو مثل الالعاب، مثل الالعاب، مثل الالعاب. يحمل الضيوف هدايا مثل الالعاب. جيد، يرحب الاب بالضيوف فيقول، مثلا ماذا يقول الأب إذا أراد الترحيب بالضيوف؟ ماذا يقول؟ يقول مثلا مرحبا بكم، مرحبا بكم، اكتبوها، مرحبا بكم، مرحبا بكم. إذن هنا يرحب الأب بالضيوف فيقول مرحبا بكم. جيدة، أملأ الفقاعة بالعبارة المناسبة. هنا لدينا نلاحظ الأم تحمل رضيعها وسيدة أخرى بجانبها، وهنا سيدة أخرى تطلب من الأم ربما أن تحمل الرضيع فتقول من فضلك أود أن أحمل الرضيع أو أن أحمله. مثلا نكتب من فضلك أود، هنا بهذا الشكل،
أود أن أحمله. أود أن أحمله مثلا، من فضلك أود أن أحمله. هنا لدينا الأم ثم طفلة تشير بإصبعها إلى الحلوى، ربما تقول من فضلك أريد قطعة حلوى. هنا نلاحظ أنها في الوضعية الأولى السيدة تستأذن الأم أن تحمل الرضيع، وهنا الطفلة تستأذن الأم أن تأخذ الحلوى. مثلا تقول من فضلك أريد قطعة حلوى، مثلا من فضلك أريد قطعة حلوى. حلوى، من فضلك أريد قطعة حلوى. جيد، ننتقل الآن إلى أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي. لدينا هنا نص: أمي وأبي، جدي وجدتي، أخي وأختي، أفراد عائلتي، لهم حبي ومودتي، كلما زرتهم ازدادت بهجتي. إذن أعيد: أمي وأبي، جدي وجدتي، أخي وأختي، أفراد عائلتي، لهم حبي ومودتي، كلما زرتهم ازدادت بهجتي. نقرأ مرة أخرى، يقرأ معي: أمي وأبي، جدي وجدتي، أخي وأختي، أفراد عائلتي، لهم حبي ومودتي، كلما زرتهم ازدادت بهجتي. إذا أحسنتم أحبائي الصغار، بكي نكون سالين الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.